حامي مرحبا بكم مره اخرى في قناه شيف منصف، قناه الطبخ والحلويات. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي هما بطبيعه الحال كيحفزوني. اليوم غادي نصوبوا دبليوش بالشوكولا على طريقه ديال البيني اللي هما كيكونوا خفاف بزاف، وانا متاكد من هاد جربوهم وغتشوفوهم هيعجبوكم بزاف. قبل ما نمشيو ناخذوا المقادير ديالنا، اللي اول مره هيشوف الفيديو ديالي ولا هيشاهد القناه ديالي ما ينساش يدير ابوني وما ينساش يضغط على الجرس باش ما تعطلوش. نمشيو ناخذوا المقادير، ليست جو. رجعنا لكم مره اخرى باش ناخذوا المقادير ديال البريوش ديالنا اللي هو على طريقه البيني. غنحتاجوا 6 ديال الكيسان ديال الطحين، وكيف ما هتشاهدوا معايا في الطريقه ديال التحضير، الا ما تجمعتناش العجينه ديالنا كيف ما بغينا هنزيدوا شويه ديال الطحين. غنحتاجوا كذلك معلقه كبيره ديال خميره فوريه، 3 ديال المعالق ديال سنيده، معلقه صغيره نتاع الملحه، ساشيه وحده ديال الفاني، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الماء، وكنحتاجوا هاد الكميه هذه ديال الشكلاط اللي نتوما تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها وكيفاش غنديروا نستعملوها ملي غنكونوا كنخدموا. نمشيو باش نشوفوا الطريقه. على بركه الله نبداو الخليط ديالنا. اول حاجه كندفيو الماء ديالنا واحد شويه، ما يكونش سخون مي يكون دافي. من بعد ذلك كنضيفوا عليه الحليب اللي كنكونو حتى هو دفيناه من قبل، وكنضيفوا عليه الزيت، ومن بعد ذلك نضيفوا عليهم 3 ديال المعالق ديال سنيده، ومن بعد كنضيفوا عليهم خمارة نتاع الفاني، ومن بعد ذلك وكنضيفوا عليهم الخميرة الفورية. نحاولوا ما امكن نخلطوا المزيج ديالنا بواحد الخلاط يدوي حتى تتفاعل لنا الخميرة مع المكونات الاخرى اللي عندنا. نحاولوا ما نديروش الملحة في الاول، كيف ما كنعرفوا كاملين الملحة كتحيد لنا الجهد ديال الخميرة وما كتخليهاش تعطي المفعول ديالها اكثر كيف ما كتكون بوحدها في الاول. من بعد هنضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق وهنخلطوا المزيج مزيان حتى يبدا يتجمع واحد شويه وكيدخلوا المكونات مع بعضهم. ومن بعد منين نضيفوا الكاس الثاني نتاع الدقيق ديالنا، بامكاننا ديك الساعه نضيفوا الملحه، وكنستمروا على هاد العمليه هادي. كنضيفوا كاس مور كاس حتى تنكملوا الخليط اللي عندنا كامل. خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال العجين ديالنا كي غنحصلوا عليه، اللي هو كيكون عجين رطب بزاف وكيتلصق في اليد. Thank you.
بعد ما جمعت العجينه ديالنا هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، كتكون واحد العجينه اللي هي خفيفه بزاف. كنحاولوا ما امكن ندهنوها بزيت من فوق ومن جناب باش منين تخمر ما تعذبناش في الخدمه. كناخذوا واحد البابي فيلم وكنغطيوها به وكنخليوها تخمر. ودابا نمشيو نشوفوا منين تخمرنا العجين ديالنا. هذه هي النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها في الوقت اللي غنكونوا درنا العجين ديالنا يخمر. هندوبوا داك الكميه ديال الشكلاط اللي كانت عندنا ونحاولوا ما امكن باننا نديروها في واحد الجيب حلواني اللي يكون الراس ديالو صغير، ولا واحد الكورني اللي غنصنعوه حنايا بيدينا ونخويو فيه الشكلاط ديالنا. دابا نمشيو نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال العجين ديالنا كي هتكون دايره وكيفاش هنستعملوها.
نكملوا العجين ديالنا كله على الطريقه ديال الضفيرات كيف ما لاحظتوا من قبل. هذه هي الطريقه اللي كنمشيو بها باش كنحصلوا على هذه النتيجه هذه، ونمشيو نديروا الزيت ديالنا يسخن باش نقليوه. ما نخليوش العجينه تخمر بزاف، واحد المده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق ونبداو نقليوه. وبعد ما كنساليو بالقليان ديال البريوش اللي هو على طريقة البني، هذه هي النتيجة اللي كنحصلوا عليها في الأخير. كيجيو خفيفين بزاف وكيجيو زوينين وبنان في المذاق ديالهم. كنتمنى من الله بأنكم تجربوهم، وكنتمنى بأن الفيديو ديال اليوم والوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفة جديدة إن شاء الله. وإلا بغيتو شي وصفة نجربوها مجموعين، ما عليكم إلا تخليو ليا كومنتار شنو هي الوصفة اللي بغيتو تشوفو في الفيديو الجاي، وهنجربوها مجموعين إن شاء الله. بصحة وراحة، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة.